نقدر نحكي عن الرقص المعاصر هو لغة حوار بين العقل والجسد بإيقاع معين وبيعبر وبيعكس فكرة مجتمعية ممكن تعبر عن واقعنا معنا غاسيا توكاجيان صباح الخير غاسيا أنت مصممة وراقصة وأيضا نعم. بالدربي رأس أهلا وسهلا فيكي ربيع شروف صباح الخير ربيع راقص وممثل أهلا وسهلا يسعد صباحك شكرا حبيت ربيع أول ما دخل بكيلي كيف طاقتك حسيت أنه عن جد داخلين عنا بطاقة حلوة وهذا اللي عم بيعبر عنه الرقص بشكل عام قاسية بدي اعرف اكثر منك عن فكرة الرقص المعاصر وبعدين رح نتحدث عن المسرحية او هذا العرض الرائع فيما يتعلق بالنسيان الانتقائي هذا العنوان قديش كمان ذكي أكيد هلا الرقص المعاصر هدفه تعبير عن النفس أو تعبير عن قضايا اجتماعية أو قضايا شخصية حالو. ونبعت أو طلعت من الرقص الكلاسيكي. وكان هدفها او كان مصدرها عشان الناس يقدروا يعبروا عن عن انفسهم اكثر عشان حسوا حالهم محصورين بحركات معينه نعم مم. حلو طيب ربيع اذا نحكي عن عرض النسيان الانتقائي راح يكون ان شاء الله ب 21 و 20 21 و 22 مضبوط الاسبوع الجاي الاسبوع هذا الجاي بنشتغل عليه بحماس كبير فاحكي لنا اكثر عن الفكره راح احكي لك اكثر عن الفكره، هو طلعت الفكره من فيصل المامون، م. هو اللي طلع بالفكره وجمع راقصين من الاردن ليطلعوا بهذا الموضوع. العرض بيحكي عن عن النسيان بشكل عام، نعم. كلنا بنمر بلحظات او بمواقف بتخلينا نتعرض لذكرى مؤلمه او شيء معين بيعلق ببالنا نعم. فاحنا عم نحكي عن المراحل اللي بنواجهها لحتى نتخلص من هاي الذكرى المؤلمه م. وكيف آه نقدر نتحرر منها بالنهايه فكل رقصه هو العرض عباره عن ثمان رقصات حلو. اسمه النسيان الانتقائي حلو. آه كل رقصه راح تحكي عن مرحله من هاي المراحل بتبلش م. بالقيد كيف احنا بنتقيد بالذاكره م. الغضب لنتخلص من هاي الذاكره الشجاعه حلو. آه المواجهه التحكم يعني كل لوحه هو شعور يعكس كل فكرة شعور هو مرحلة أكثر من شعور مرحلة خاصة مرحلة بتمر فيها لحتى لو نوصل بالنهاية للتحرر من هاي الذكرى المؤلمة لنقدر نكمل بحياتنا حلو فمظبوط فهذا هو العرض اللي احنا رح نقدمه هو رح يكون عرض أردني بحت نعم آه الراقصين أردنيين أنا حابة أعرف عن فكرة مم. تصميم اللوحات لأنه عم نحكي عن عمل أردني متكامل ما جبنا والله مصممين برا عشان يعملوا لنا اللوحات، فقاسية موضوع التصميم دخلينا هيك أكثر بأجواءه أكيد هلا احنا كان هدف العرض أصلا نجيب نجمع الشباب أو مواهب الشباب الأردنية نعم. تحت سقف واحد من من جراوندز مختلفه نعم خلفيات وخلفيات مختلفة. مختلفه وعشان في منهم تدربوا بالرقص الكلاسيكي في منهم تدربين بالرقص المعاصر الهيب هوب مم. وعشان نطلع بعرض كامل ومتكامل اردني زي ما حكى الربيع نعم. انا عندي فضول اعرف كيف مثلا هلا عم نحكي عن لوحه بمرحله معينه مم. كيف بننسق الحركات علاقة في الموسيقى بالحركات أكيد. بالشعور بالمضمون اكيد هلا بيكون عاده بعد ما يتنقل فكره العرض وفكره كل فقره نطب او ننقي الموسيقى ومع الموسيقى حسب الموسيقى حسب كيف المصمم بشعر او بحس بالرقص او بحس بهاي الفكره او ايش بتعني له هاي الفكره بيعبر من خلالها الرقص بيعبر من خلالها بحركات معينه مزبوط هو تجانس بين الموسيقى الشعور الخلفيه آه آه اللي انت جاي منها كله مع بعض بيطلع لك هاي الرقصه كامله نعم حتى الناس يقدروا يفهموا احنا عن شو حابين نحكي او احنا عن شو بدنا وهو اصلا اساس الرقص المعاصر نعم. يعني احنا عم نرقص لحتى نواجه قضايا ونواجه نحكي عن المشاكل اللي احنا بنمر فيها نعم بدي اعرف منك هيك اكثر عن المركز الوطني للثقافه طبعاً. والفنون احنا بنعرف من 87 طبعاً. قديش في اجيال تخرجت وهي طبعاً. تحمل هويه المركز الوطني للثقافه والفنون فحدثنا اكثر صح طبعا احنا بنتشرف انه احنا جزء من هذا المركز المركز الوطني للثقافه والفنون مؤسسه الملك حسين هو اصلا تم افتتاحه بتوجيه من جلاله الملكه نور الحسين المعظمه وهي كانت داعمه دائما للفنون المركز ما بيحكي ما بدرّب بس الفنون بالعكس احنا بنخصص الفنون بالتنميه الاجتماعيه والاثراء العمليه التعليميه بالاردن خصوصا وبرضو اقليميا وبنبني جسور ثقافيه بيننا وبين البلدان المحيطه فهو المشاريع اللي بقدمها والانشطه اللي بقدمها جدا مميزه بالفنون الادائيه وفنون الرقص وفنون المسرح ومن مشاريع بنقدمها من اهم المشاريع كمان اللي بنحكي عنها المسرح التفاعلي بنلف بمناطق مختلفه بالاردن مش بس بالعاصمه المحافظات بنروح على مناطق نائيه كمان بنقدم لهم نشاطات وفعاليات فهذا شيء كثير كثير مميز احنا كثير فخورين انه احنا جزء من هذا احنا المكان. فخورين دائما بما يقدمه هذا المركز مظبوط بدي اعرف منك تفاصيل اكثر عن اهداف هيك عرض لما نحكي نسيان انتقائي على مدار رح يكون ان شاء الله ثلاث ايام شو الهدف؟ هلا الهدف زي ما حكيت لك انه نطلع بعمل مشترك عمل اردني نعبر فيه او نفرجي فيه مواهب الشباب الاردنيين ونعبر فيه عن مواضيع شخصيه او مواضيع اجتماعيه نعم <applause> إذا بدنا نحكي عن مبدأ أنه الرقص المعاصر هو تحرر من الشكل الكلاسيكي لرقص البلاي هي كانت البداية فشو بيكون ال... بس برضو بدنا خطوط عريضة يعني لما بدنا نيجي ندرب شخص لهذا الرقص شو أكتر إشي بتشتغلي عليه شو المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الراقص هلا طبعا في المهارات كيف الراقص أو الفنان يحس بال آه وين هو محيطه مين في جنبه آه يحس بالموسيقى بالوقت فهم مم. اظن يعني هدول صح. اهم اهم إيه تحديات تحديات كثير كبيره مش بس تحديات جسديه حتى نعم. نفسيه لازم نضلنا عارفين مين حوالينا دائما نطلع على المحيط نطلع نسمع الموسيقى دائما ونعد مع مش مش حالك عن الواقع أو بدك أكيد. تحاولي اه لا طبعا ما بتقدري تفصلي انت يعني الراقص او الفنان جزء من كل شيء عم يعني بيصير حواليه جزء من المحيط اللي هو فيه نعم فهو تحدي كثير كبير مزبوط طبعا اذا نحكي عن الجمهور قديش الجمهور ذواق للرقص بشكل عام الرقص المعاصر كمان بشكل خاص كيف عم بتحسوا سنه بعد سنه عم بيكون في نسبه من الناس عم بتحب هذا النوع من العروض الجمهور جمهورنا عاده كثير داعم كثير وخصوصا عندنا نسبه كثير كبيره بالمجتمع الاردني بدعم نشاطات المركز والفنون بشكل عام احنا بننبسط بهذا الشيء لما نسمع انه في حدا حابب يحضر وانه احنا متشجعين نيجي وحابين نحضر وغير هيك المركز دائما بيستهدف الاجيال الجديده فاحنا بعروضنا بنستهدف الناس كمان اللي هم اصغر عمرا بنجيب مدارس محليه ليحضروا العروض صباحا غير العروض المسائيه ف... فاحنا عم نحاول انه كل حدا يعرف عن هاي العروض وكل حدا يسمع عنها وكل حدا يدعمها فإحنا نعم. بنقدر دايما دعم المجتمع الأردني نعم. للفنون أنا أنا قاسي ما بدي أكبرك بس قاسي يعتبر إنك أنت تربيتي في المركز الوطني للثقافة والفنون نعم. أكثر من 20 سنة نعم. ايه بتحسي إنه هذا النوع من التنشئة هو اللي بنحتاجه للجيل الجديد قديش الرقص والفن بشكل عام فيه تهذيب للنفس وفيه يعني التعلم عن التعبير في المش... المشاعر والمشاكل بطريقه توصل للناس بدون ما نؤذي غيرنا طبعا هلا انا لي اكثر من 23 سنه بالمركز الوطني الثقافي والفنون مؤسسه الملك حسين تدربت اخذت تدريب رقص كلاسيكي نعم تدربت مع او من قبل مسرانيا القمحاوي ومس فتلان الطهبوب وكثير اثر على حياتي الشخصي وحتى هلا يعني بالشغل او على الصعيد المهني لانه كثير تعلمت زي ما حكيتي التهذيب او تهذيب ال الواحد بيتحكم بصير بردات فعله اكيد وبي كيف ممكن يتفاعل أكيد مع محيطه كي بالضبط كيف اتفاعل مع مع محيطي كيف اتجاوب مع الناس اللي حوالي نعم أه وبرضه كمان اكيد أه احترام الوقت صح. صح صح. يعني الانضباط بشكل برضه بيعلمنا الانضباط بالنسبه للجيل الصبايا هل في اقبال على موضوع التدريب على الرقص بشكل عام والمشاركه بمسرحيات م -م. موسيقيه كمان اكيد هلا احنا عندنا بالمركز الوطني مندرب او بيكون عندنا حصص نعم حصص باليه كلاسيكي مندربهم وبيكون عندنا برضه نشاطات ثانيه زي زي some of them come oh, oh uh. عروض عروض ثانيه نعم. بيكون في اقبال كثير من الشباب حلو. او من اعمار فئات عمريه اصغر نعم. بحبوا يتدربوا بحبوا يتعلموا على نعم. الباليه على نعم. بالختام ربيع نذكر ان شاء الله من 20 ل 22 مركز الوطني للثقافه والفنون على الساعه 8 المساء نقاط صح. البيع للتذاكر سريعا. احنا عم نبيع بالمركز الوطني للثقافه والفنون اللي هو متواجد بعرجان مم. دي ان اي بالعبدلي مول اوت في شارع مكة، آه، ملبس في شارع الرينبو، وفي كمان منارة للثقافة والفنون الموجودة بالويبدة. الوابدة. نورتونا، شكراً لكم، موفقين بالعرض. شكراً جزيلاً دانية، يسعدك. شكراً، كملين معكم فاصل، وراجعين.